السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم. اليوم إن شاء الله فلوق جديد، نتمنى إن شاء الله يكون الخير والخمير إن شاء الله نبارطاجيو معاكم. اليوم الخوت كاين الحرارة بزاف، فايتة 40 درجة الحرارة، بحال دابا في الساعة 4 قلق اسمي. كنتسناو إن شاء الله ماري باص الخوية باش نجرو على الدري أنا والأخ عثمان اللي جا معايا في هاد لاسورتي هادي. ان شاء الله نتمنوا اخي عثمان يكون شي نصيب زوين، شي دراع يكونوا كبار نبارطاجيو مع الحباب. خوت ما تنساو الجيم بارطاج، تخليوا لي ابوني وتخليوا لي بطبيعه الحال تعليقاتكم منين كتبعوا لاشين ديال طلال تريب فيشن. خوت واحد الجو واحد الحراره ما نقدرش نوصفها لك، راه بزاف الخوت، راه واحد النهار راه بزاف، راه ما تقدرش تخرج، راه الاكسجين ما تقدرش تجرو، البرد سخون بزاف. المهم الخوت غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله، ان شاء الله ديتو شي لكتاب غادي نبارطاجيو معكم كاملين، وتشوفوا ان شاء الله هاد لا جورني ولا هاد العشيه كيفاش غادي تكون ان شاء الله. خليكم معنا وتحياتي ونتلاقاو في المصير، مع السلامه، خليكم معنا. ها ما الخوت دابا حنا وصلنا للمصير، كيما جاب لكم كندوزو الخيط ان شاء الله. الباطلين اللي كنخدم بها الخوت لا ما تضحكوا عليا، الباطلين ديال 70 ولا 80 هنا كيكونوا حوت صحاح، تقدر تشد فيك سارقانه غليظه، تقدر تشد فيك درعي كبير، وكاين شويه الحجر يعني خاصك باش تعاتل معاه باش ما تهبطش تقطع عليك. نديرو شي لي صحاح ضروري ولي بلوك لي بلوك الاخرين ديالي. دابا انا غندير هاد الجيجا ديال 60 غرام باش تخرج ماكسيموم مسافه بعيده الخوت، كل ما خرجت مسافه بعيده يكون هنا شويه الحوت بعيد، نقلبو بينا هي واحد شي شوية. شوف على ربي راه كاين العوامات بزاف هنا على الخوت، ما نشكلو يا بسم الله. هي هاد البلاصة أحسن نتمركزو نشوفها زوينة إن شاء الله. فين 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 خوت، اي واحد كيصيد حذاري ثم الحذاري، يصيد شي بلاصه اللي ما يخافش على راسو فيها وما يتمش. بسم الله اول تحيطه خوت. باركات يا ربي تكون شي حاجه، ما كرهتش هاد التحيطه الاولى تكون فيها شي تمش اون ديريكت بارطاجيها معكم الخوت. الله يجيبها سمينا ان شاء الله. شرفية واول ان شاء الله، كنتمناو شي سرقانة ولا لا قسم الله، شي درعي شي ابلع كبير. يلا 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 عيشي شوية، خاصة منو تيقوى شوية الحرارة خوت، ماشي مشكل. يلا شي مرض يدخل فيها. يلا واش وقت مزيان، يلا شي مرض يدخل فيها. حرارة خوت، طيب لا الحرارة ونقلبوا على ربعنا. الله يجيبها فينا خوت. شي حاجة نساتني والله ما عرفت شنا هي، المهم شي حاجة صغيرة 100% غتقدر تكون كبيرة واقيلة، الله أعلم. قبايله وانا كنجرو باقي ما خواش ما ديال الله قرب يطوى. شوفو شنو هو هادشي، شوفو شنو هو هادشي. لا اوراق صغير، اوراق صغير. ها انتما الخوت اوراق 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 ماشي اولاق اولاق. الخوت راه ما كيكونش عنده سنان، هذا اوراق كيكونوا عنده سنان. كيراك واحد الباسل تاع وريح. غنديرو ليه الإعفاء،
وما تبقاش تعاود وما تبقاش تعاود تقيس. يلا شوفوا الخوت سير بخاطركم. ايوا يلا الله يصوب الله يجيب الخير الصحة والراحة اخويا عثمان. برافو الله يجيب اسمينا وراك على تعلي دري زوينه دابا وحدنا. سير سير لبعيد عليك انا اسمي سير 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 راه واخا عثمان راح حوتو هيا ندير واحد الشحيطه قبل ما يوصل. سنة سنة والله اللهم هو ولا بلاش شحال في كيلو هذا الخوت. سمحوا لينا الرئيس عثمان مع واحد بياسة. سير صحتو جر جر لي البياسة لي الله يجعل البركة اخي عثمان. صحة والراحة وشد حوتة ديالك دابا الخير خير الوليد قاد قاد لي الحوتة. لا شو تبارك الله شو تبارك الله بصحة مازال نجيبو حبة زيد الله يجيب تيسير. سير اخي عثمان ام قبيلو احنا كنجرب با عثمان يلا رسم لينا اخويا عثمان حوتة الاولى الله يجيب الخير يا ربي. خوت انا قلبت لي رابالات دابا لعل وعسى قلبنا لي رابالات نشوفو كيش الريق وبغى يشد الرابالات. الله تمشي بياسة ديال الدريع غلا اذا تشد شي راب شي رابالة. نبدلو لي هاد اللون هذا ندير لي واحد اللوين كيخرج زوين ان شاء الله. نديرو لي السرديله بعدا هي الاولى نضربو لي السرديله نشوفو لي ان شاء الله كناري مزيانة خيرة تم. يلا انفاس مع الكاميرا يلا شي طاك يا 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 توش عندي غاكت الخوت اوي 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 الله خليك خليك ندوز هذه بياسة زينة هذه ضربت على الرابا زيد 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 هذه بخاطر لي زامي كاملين تبارك الله. قلت لك ماي فريم زيد عندي له زيد ماي بوي زيد زيد وليدي زيد زيد اجي لهنا. بياسه زوينه تبارك الله هذه في خاطر لي زامي ديال طالع تريب جين كاملين زيد مون امي زيد زيد بوغو زيد اي زيد 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 زيد, زيد. زيد يا حبيبي الغالي زيد ايوا ادار باغا في شنوفا اي 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 زيد 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 الله الله تقوم لي زامي يا سي زويونه الله يبارك كما كتبان لكم. يلا نحطو واحد اختها. المهم الخوت هادي هي لابريز لي شديت دابا كما كيبان لكم مع الكوشي سوليل هاكدا واحد الكيلو ونص الله يبارك. غادي نطلقوه مع خوه في الضايا. هاهو هاهو خوه في الضايا شتي كيبان لكم هاهو. دابا هدا غنديرو له هاك سير 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 ما تعاودش ايوا نمشيو نجيبو شي حوت اخرى ان شاء الله. ما الخوت مازال جاري البحث عاوتاني جاو عندنا لامارين مايمكنش ليا نصور داكشي علاش قطعت الكاميرا. شوف سبحان الله الخوت على كوشي سولاي كيدير سبحان الله يا ربي شي رفيق بغينا شي درعي كبير ان شاء الله. المهم الخوت سالينا الصياده انا وخي عثمان سمحوا لينا راه الحراره اليوم بزاف جاتك الصياده اليوم بخير مزيان شني البال جيتو معنا هادشي اللي قسم الله. شوفوا الخوت حتى غربات الشمس تقربت تغرب شي ان شاء الله. تبارك الله شد شد اخي شد شد اخي عثمان شد شد يلا الكاميرا
ايش ايش كيف كيف فن هذا؟ شوف 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 اوريه هذا السياره هذه خوت الدوري كافيه سمعت؟ اي سقف سقف من القدام شوف هذه الحوزة الأولى قبل فيها ماذا؟ هاتشي لقصة الله وهذا كحل الخنشوش هاتشي لقصة الله هاتشي اللي جاب الله اليوم أخي هاتشي خوت تحياتي لكم من الصحراء نبلغوا ليكم وهذا الشيء من القدر وهذا الشيء هاتشي هاتشي خلوريك اللي زامي والله يعاونك خوت خيرات هادو كنسلم عليكم من الصحراء تحياتي الى فيديو مقبل ان شاء الله مع السلامه.